خلينا نروح بعد كده لخبر، والخبر ده هنروح بقى للدراما. الدراما زي ما قلنا احنا بقالنا 14 يوم دلوقتي ما بين مسلسلات مختلفة ومسلسلات متنوعة ومسلسلات كل مسلسل ليه موضوع، ومش عايزة أقول كل مسلسل ليه جمهور، بس هي دي حقيقة. يعني مش بالضرورة إنه حضرتك يعجبك كل المسلسلات أو إنك ما يعجبكش كل المسلسلات، لأنه الحقيقة الخريطة لما اتحطت علشان المشاهد مختلف والذوق العام مختلف. أنا أحب مثلا مسلسل معين، أحب أتابع فنان معين، يعجبني موضوع معين، وبالتالي خلينا نروح لحاجة أنا شايفاها كمان حلوة في المسلسلات السنة دي. في عندك بالذات في مسلسل جعفر العمدة الموسيقى حلوة، خصوصا أنه المخرج يعني لجأ إلى أنه كل حلقة بيبقى لها مشهد مؤثر أو ختام مؤثر جدا، وعشان كده هو فضل أنه كمان يستعيد الغنى، يبقى في استعانة كده بالغنى، والغنى كده بيدي جو وبيعلي من المشهد، بيعلي من القيمة. أنتوا عارفين أن الموسيقى فيها شجن وبتؤكد على معاني، يبقى عايز يضيف مثلا معنى للمشهد، المشهد مؤثر، المشهد مثلا فيه مشاعر، فبالتالي لو صوت حلو، موسيقى حلوة، كلام مكتوب حلو، المشهد هيكون أعلى وأعلى. في بقى رباعيات بدأت، والرباعيات الحقيقة بتقدمها الفنانة الرائعة مروة ناجي والفنان طبعا المبدع أحمد سعد. وطبعا أنت ما بين مروة ناجي وأحمد سعد بتسمع رباعيات بديعة، وأعتقد أن الرباعيات دي حتى بعد انتهاء المسلسل ممكن تعيش لوحدها، لأنه هنا كمان بيبقى المنتج الموسيقي اللي معمول هو نفسه ليه قيمة، فممكن أنت بعد شوية بعد المسلسل لو نجاحه تسمع كمان الموسيقى، فبالتالي تبقى أنت أنتجت كمان رباعيات وأنتجت أغنيات وأنتجت حاجات حلوة. هي تجربة مختلفة ولطيفة وبتدي شجن كده لطيف ومؤثر. تعالوا كده نروح لكواليس صناعة هذه الرباعيات مع الرائعة مروة ناجي. مساء الفل يا مروة. مساء الجمال يا شفكي، كل سنة وانت طيبة. طبعا يعني صوتك بقى يا مروة والرباعيات دي بتطفي بقى جمال على يعني على المشهد، يعني وان احنا مرة نسمع بصوتك يعني، ومرة نسمع بصوت يعني الجنس اللطيف وصوت جميل زي صوتك ومعبر، ومرة نسمع بصوت أحمد سعد. كلميني على التجربة دي. عايزة أقول لك أنا سعيدة بيها جدا جدا جدا. يوم ما بدأنا نتكلم ان احنا هنغني الرباعية دي كان المخرج الكبير محمد ثاني، لقيته بيقول لي مروة الرباعية دي تحديدا دي مشهد ماستر سين في المسلسل ومهمة جدا جدا. عايزة اقول لك اهمية الرباعيات اللي في المسلسل لا تقل اهمية بالنسبة لمحمد في اختياراته وفي متابعته بشكل مش طبيعي. فمحمد عايزه اقول لك من بدايه الشغل في المسلسل دخلنا غنينا، طبعا بقى في كلام بيني وبين هيثم نبيل وخالد، واحنا في مروه الرباعيه بصي الناس كلها فعلا شغاله بمنتهى الحب وكلنا على قلب بعض. فبدانا نقعد مع بعض شويه، هندخل نغني، هندخل نجرب، فعلا دخلنا وغنينا فاينل. بعتنا لمحمد ثاني المزيكا، اول ما محمد سمع قام قايل لك لا انا عايزه الاغنيه تروح في سكه ثانيه، لان دايما هو عارف ان محمد سامي بيحب دايما ان يبقى في نيرف ويكون دايما الاغنيه فيها حماس وهي توصل للناس بنفس الشكل ده. فلقينا رد مختلف من محمد ان هو عايز الاغنيه تكون فيها حنيه ويكون فيها كميه شجن في الاغنيه ما حصلتش. قعدنا نشتغل على ده لدرجه ان انا فعلا وانا بغني الرباعيه دي انا كنت مخلوقه من العياط فعلا. هل هو بيديكي السيناريو وبتشوفي المشهد مكتوب، ولا بيكون المشهد جاهز بتشوفيه؟ لا انا الحقيقه ما لحقتش اشوف المشهد لان انا كنت في الفتره دي مسافره بره مصر ولسه راجعه. تمام. انما كان محمد سامي كان حكي لي الموقف تماما كله، كان معيشني في الاجواء. هيثم بيشحنني بشكل غير طبيعي، يعني هيثم نبيل بجد عايز اقول لك من الملحنين اللي انا سعيده جدا اشتغلت معاهم، بالاضافه لانه مغني فبيعامل الفنان اللي قدامه ان هو برضه مغني، فعارف عارفه الاحاسيس اللي جواه، عارف امتى يعني صوته هنا يبقى فين مؤثر. وخالد نبيل برضه بجد من اهم الموزعين الموجودين في مصر، كلنا كنا موجودين في نفس الحاله وقاعدين بنشتغل عليها، وكان في حاله من الحب بجد. يعني حتى اقول له طب يا هيثم ارجع لمحمد تاني، لو محمد عايز يغير اي حاجه قول لي. محمد بقى يسمع في نفس اللحظه وهو بيصور
المسلسل بقى، بقينا مستنيين محمد يسمع ويرجع لنا تاني طبعا. ومحمد يرجع يقول لنا لا انا عايز ده كده، لا ده تمام. فلا كان في، طب قولي لي بقى يا مروه، لما بدات الاذاعه واتذاعت اول رباعيه ليكي وخلاص انت بقيتي شايفه المسلسل بقى شكله ايه، احساسك بقى ايه؟ يعني هل ده الاحساس اللي انت غنيتي بيه من غير ما تبقي عارفه تطور المشاهد؟ يعني حسيتي انك ماشيه في نفس الاتجاه؟ انا اصلا خلي بالك، انا عارفه اللي كان مضايقني قوي في بدايه المسلسل مردود الافعال من الناس، ان المسلسل كوميدي، ان المسلسل مش عارفه ايه، الناس لسه المسلسل بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، مش المفترض الناس باول حلقه الناس تكتئب من اول حلقه؟ صح. فاحنا لسه الناس بتاخد دايما الشكل العام للمسلسل، بعد كده تيجي تعيش في الاجواء، بعد كده المشاهد بتكون تصاعديه. انا من اول الحلقه انا كنت بعيط زي بقيه الناس. ايوه لبنى وانس عامله مشهد عبقري عبقري بجد، يعني بما تحمله الكلمه من معنى. ايه كميه الاحساس دي؟ تحسي ان لبنى وانس امي، يعني انا شفت فيها مامتي بجد. بقى اي مشهد لبنى وانس واحمد داش مع بعض انا بقيت حاسه قد ايه الست دي طبعًا. بتحبه قد ايه. طبعًا. لا بجد انا سعيده واتشرفت اني كنت في المسلسل ده، واحداثنا لحد النهارده بعيط، يعني حتى امبارح المشهد بتاع جعفر وهو بيضرب اخوه طبعا ده كان مؤثر قوي جدا، هو الممثل العظيم كمان اخوه حقيقي ممثل عظيم. طب انا عايزه اقول لك، يعني بعد انتهاء العمل رباعيات دي بقى انت ممكن تغنيها، الناس هتطلبها. خدي بالك الغنى بيعيش، يعني احنا عندنا تترات المسلسلات والغنى اللي بيبقى في الاعمال الدراميه بيفضل عايش هو كمان زيه زي المسلسلات. فهل دي تجربه حلوه للمطرب؟ بصي عايزه اقول لك، يمكن دلوقتي الرباعيات اللي جوه المسلسل بقت اهم كتير كمان، مش عايزه اقول اهم من التترات، بقت فعلا بقت التفاعل بتاعها اقوى من التترات على السوشيال ميديا. يعني الرباعيه دي اول ما نزلت، يعني انا عايزه اقول لك عامله فيوهات بالملايين على صحيح. على التيك توك. التيك توك الناس قاعده تعمل عليها فيديوز لحد النهارده لسه بتتعمل. يمكن علشان الرباعيه بيكون وقتها اقصر، فالمسج بيكون اسرع وبيكون تداولها اسرع على السوشيال ميديا. وكمان خدي بالك هي بتعلي المشهد، يعني أوي. بتدي للمشهد كده بعد تاني. يعني هو انا لو قلت لك كده تندني حاجه منها هيبقى صعب؟ هو صعب لسبب واحد، لان انا لسه عامله عمليه بصراحه ولسه خارجه من المستشفى، وفعلا الف سلامه عليكي، الف سلامه. فحقك طيب. عليا انت عارفه عمري لا انا عارفه مني ده، بس عارفه هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله، نعمل ايه بعد كده بعد بس انتهاء رمضان نيجي ونغني الحاجات دي. يعني هيبقى حلوه قوي ان احنا نسمعها بقى مع مزيكا ونعمل اجواء كده لطيفه، لانه ده مجهود كبير وحلو. يعني ممكن نفصله بعد كده على المسلسل ونسمعه. لا لا فعلا فكره هايله، وعايزه ابارك لاحمد سعد لان كمان الرباعيات اللي احمد بيغنيها رائعه. امبارح عمل رباعيه هايله كمان، رباعيات لا وفي لسه رباعيات تانية جايه حلوه قوي قوي قوي. انت لسه عندك حاجات كمان صح؟ لا انا كان عندي الرباعيه الوحيده بتاعتي هو مشهد لبنى وانس اول ما بتعرف خبر. أيوة. اللي هو بتشوف بتعرف ان ابنها ممكن يتاخد منها. ايوه فده الرباعيه بتاعتي. هيكون لاحمد لسه في كذا رباعيه تانية موجوده، تمام. يعني كمان بس الميك مروه انت دايما يعني كل حاجه بتعمليها حلوه مجتهده، ودايما عندك تجارب لطيفه، وهنكمل معاكي وان شاء الله نعمل الفكره اللي بقولك عليها دي ونستمتع ونسمع هنا كتير حلو منك. مروه ناجي دايما مبدعه، بشكرك يا مروه، كل سنه وانت طيبه، رمضان كريم. زي ما قلت لكم يعني الدراما مش بس تمثيل، انت عندك عناصر كتير جدا، مجهود كتير مبذول، يعني فهتلاقي كده ايه اجزاء مختلفه وابداع مختلف، هنا موسيقى، هنا لقطه، هنا فنان لسه بيشق الطريق، هنا ديكور، هنا مثلا عايزه اقول ايه دويتو مثلا الاول مره بتشوفه ما بين مثلا، يعني انا شايفه مثلا ما بين رمضان والشاب داش في كيمياء حلوه كده، جيل بيسلم جيل، فالحاجات دي لطيفه وبتفضل يعني موجوده في الدراما، والدراما بتطلع بقى ابداع كتير.